باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. موضوع تأملنا النهاردة من برنامجنا من وحي الساعة بعنوان مسحاء الرب. آية جميلة في سفر المزامير مزمور 105 آية 15 بتقول: لا تمسوا مسحائي ولا تسيئوا إلى أنبيائي. ربنا في العهد القديم أمر بمسح الأنبياء والملوك والكهنة، ثلاث فئات، يمسحوهم بالدهن المقدس، وده عشان التكريس، يكرسوا. يعني إيه كرسوا؟ يعني يخصصوا لعمل مدعوين إليه. فالكاهن مدعو لعمل الكهنوت، والنبي للنبوة والتعليم، والملك مدعو لعمل انه يملك ويحكم. مثال كده، مثال في كتاب مقدس، جه في سفر الملوك الاول اصحاح 19 ايه 15 و16، يقول كده هوت ان ربنا قال لإيليا النبي: اذهب راجعا في طريقك، لانه في الوقت ده كان في جبل سينا، اذهب راجعا في طريقك الى بريه دمشق، وادخل وامسح حزائيل ملكا على أرام. أرام دي اللي هي سوريا في الوقت ده. وامسح ياهو بن نمشي ملكا على إسرائيل، دي المملكة الشمالية بتاعت السامرة. يبقى حزائيل على أرام، ياهو بن نمشي على إسرائيل. ومين إيه كمان؟ امسح أليشع بن شافاط. دول اتنين ملوك. أليشع بن شافاط ده نبي بقى من آبل محولة، نبيا عوضا عنك. ده بالنيابه، ده عن ايه؟ النبي اللي جه بعد ايليا، اللي هو إليشع النبي. فالنبي او الكاهن او الملك الممسوح من قبل الله في العهد القديم ده يبقى تكرس لحساب ربنا، ويبقى ملزم انه يعمل بقوه المسحه دي، القوه اللي خدها والنعمه اللي خدها، لا نعمه، ويعمل كمان لحساب الله بمقتضى الشريعة والناموس. يعني ما يخالفش الشريعة ولا يخالف الناموس. طب العهد الجديد بقى، العهد الجديد كل مؤمن معمد مخصص لله يعتبر ممسوح، ويجب عليه ان هو يسلك باللي تقول له عليه الوصايا الانجيلية للمسيح، علمها له زي ما بيقول كده: فقط عيشوا كما يحق لانجيل المسيح، حتى إذا جئت ورأيتكم أو كنت غائبا أسمع أموركم أنكم تثبتون في روح واحد، مجاهدين معا بنفس واحدة لإيمان الإنجيل. الآية دي موجودة في فيلبي الأصحاح الأولاني آية 27. فالمؤمنين اتمسحوا بالميرون المقدس في العهد الجديد، ومن خلال هذا السر الروح القدس بيعمل بقوة في حياة المؤمنين. عمل السر ده بنسميه سر التثبيت، وتثبيت المؤمنين في ربنا. يعني ايه تثبيت المؤمنين في ربنا؟ يعني يبقوا ايمانهم يقوى، ويبقوا يحبوا ربنا ويمسكوا فيه، ويتقوا ضد الشدائد. التثبيت يثبتهم، التثبيت المؤمنين في ايه؟ في الله، عشان يعينهم ربنا في وسط الاتعاب والمصاعب اللي في العالم. السر ده هو سر النصرة وقت الضيق والشدة، لما يكون في شدة ولا ضيق ولا اضطهاد ولا حاجات زي كده. هذا السر يكون هو سر النصرة، لأنه بيرشد للحق، بيسكب في قلوب الناس محبة المؤمنين، يسكب في قلوبهم محبة ربنا، بيقودهم في طريق الحق، يقويهم، يبكتهم على خطاياهم لما يغلطوا. بالإجمال مسحة الميرون أو سر الميرون هو سر عظيم جدا، بيثبت المؤمنين في ربنا، زي ما بيقول كده في رسالة معلمنا يوحنا الرسول الأولى الصحاح الثاني آية 27، يقول: وأما أنتم، اللي احنا المؤمنين يعني، فالمسحة التي أخذتموها منه ثابتة فيكم، ولا حاجة بكم إلى أن يعلمكم أحد، بل كما تعلمكم هذه المسحة عينها عن كل شيء، وهي حق وليست كذبا كما علمتكم تثبتون فيه. عايزين نقول حاجة تانية على المسحة، إن المسحة دي ختم. يعني إيه ختم؟
لما يكون إنسان عايز يحافظ على حاجته ويقول إن دي حاجتي، يختمها بختمه فتبقى ملكية خاصة لصاحبها. لما نلاقي الختم اللي عليها نفهم إن دي بتاعت فلان الفلاني صاحب هذا الختم. إحنا كمان صرنا ملك لله، صرنا بتوعه، خاصته، مخصصين له لما اتختمنا بالروح القدس من خلال هذا السر العظيم اللي هو سر الايه؟ الميرون المقدس. عشان كده يقول لنا في افسس 4 ايه 30: لا تحزنوا روح الله القدوس الذي به ختمتم ليوم الفداء. ده اللي هيشهد لنا وده اللي ايه هيسندنا نعمة الروح القدس. لا تحزنوا روح الله القدوس الذي به ختمتم. السر ده هو ختم الله للأتقياء اللي بيخافوا ربنا، وهو ضمان لرعاية ربنا لينا وحمايته لينا، زي ما وعدنا كده ووعده صادق في سفر الرؤيا يقول: لا تضر الأرض ولا البحر ولا الأشجار، لأن الملائكة كانوا في الوقت ده الضربات هتنزل على الأشرار. فربنا قال لهم اصبروا لما نختم عبيد إلهنا على يتختموا على جباههم الأول. فقال له إيه؟ يقول كده، يقول لهم: لا تضر الأرض ولا البحر ولا الأشجار حتى نختم عبيد إلهنا على جباههم. والجبهة رمز الفكر، ويقول كده ويعلمنا إن هو هيرشدنا في الطريق، لأن إحنا مسحاء الله وعبيده ونحيا له، ووجه ربنا، وجه ربنا يعني عنايته ورعايته بحضوره في كل وقت في حياتنا لينا. فهو هيرعانا، يعلمنا. فيقول كده في مزمور 33: أعلمك، أرشدك الطريق التي تسلكها، أنصحك، عيني عليك، عين ربنا عليا. ده مزمور 32 آية 8. ياريت نحيا ربنا على الدوام من خلال ثباتنا بالروح القدس اللي خدناه في هذا السر العظيم، سر الميرون لإلهنا المجد والكرامة من الآن لأباد الأباد كلها. أمين.